رواية صدرت عام 2017 في جزئين تدور أحداثها في غرائبية وعجائبية مطلقة كعادة كاتبها الفانتازي، إذ تحكي قصة رسام متخصص بالصور الشخصية يمر بأوقات صعبة ليجد نفسه في قصة معقدة مركزها صوره التي يرسمها وشخوصها من أسرار يحملونها في قسمات أوجههم. بين الغابات يسكن ولكن لا تسكن أوجاعه التي يسببها جرس خفي يرن في تلك الأرجاء. رواية عن قوة الفن وعذوبته وعن مقدرته في إيجاد السحر في أيامنا الرتيبة. رائعة الياباني هاروكي موراكامي مقتل الكومانداتور. صدرت رواية مقتل الكومانداتور للكاتب الياباني هاروكي موراكامي عام 2017، وتدور صفحاتها عن حكاية رسام للصور الشخصية متمكن من التقاط الأسرار خلف ملامح البشر. رواية تسرد تفاصيل الفن بحلاوته وعذاباته، تبين مكامنه بين ضعفه وقوته. تبدأ القصة بعقدة لهذا الفنان بعد أن انفصل عن زوجته لتتاح له الفرصة بأن يعيش في منزل قديم وسط الغابات. هناك تبدأ الأمور تتعقد، حيث يلبث في منزل لفنان آخر يدعى أمادا توموهيكو. هذا الفنان الذي يعاني من الخرف وتلقى العناية في منشأة رعاية بعيدة، حيث يبلغ من العمر 92 عاماً. تنسل الأصوات خلف جدار الليل في شكل ضوضاء خافتة قادمة من العلية، مما يسبب الشعور بالقلق للبطل. تلوح له فكرة أن هذه الأصوات سببها جرذان، فإذا به يحمل مصباحا يدويا ويذهب ليتفقد الصوت فيعثر على بومة، وإلى جانب هذه البومة الساكنة يجد لوحة كبيرة ملفوفة بورقة بنية اللون، ويشير الملصق المرفق بها بأن هذه اللوحة اسمها مقتل قائد الفرسان، وهي أحد أعمال أمادا غير المكتشفة. هذه اللوحة التي تصور مشهدا دمويا من دون جيوفاني في اليابان القديمة، ويصور العمل الفني المرسوم وفق نمط نيوهانغا الياباني التقليدي أربع شخصيات رئيسية، حيث يصور شابا غرس سيفه بعمق في صدر رجل عجوز بلحية بيضاء، بينما ينظر كل من خادم وشابة بذهول للمشهد. وفي الزاوية السفلية اليسرى من اللوحة يبرز رأس شخصية أخرى من فتحة في الأرض، رافعا غطاء مربعا بشكل نصف مفتوح، ليصبح بطل الرواية مهووسا بهذا المشهد، وخصوصا بالشاهد السري ذي الوجه الطويل بشكل أكبر من الطبيعي، حيث يشبه الباذنجان. وهنا تتعقد الأحداث ليبدأ بطلنا في مغامرة ساحرة، يتبع الأجراس الخفية التي تقوده لكشف أسرار عظيمة. تختفي اللوحة التي أحبها حينا ليختفي أثرها، ويصادف صديقا في سكون الليل اسمه منشكي الذي يطلبه أن يرسم الطفلة ماريا. تأتي الصفحات في غرائبية وفانتازيا اعتادها روكي أن يقدمها في أعماله لقرائه. جاءت هذه الرواية في جزئين، الأول تحت اسم فكرة تظهر، والثاني سماه بمجاز يتنقل.